لسه فينا الخير ملينا، لسه الناس للناس لما الغير ينادينا يلاقينا، بنقابله بإحساس نروح نسأل عليه، نمسح دمعة عينيه ونرجع ابتسامته اللي مشتاق ليه. ده المال مال الله، وهتعمل خير تلقاه، والحسنة بقيالك في الآخرة طوق نجاة. يلا ايدك معانا نساعد ناس تعبانة، مش لاقين اللقمة وحالتهم وجعانة، لسه فينا الخير، فينا الخير. اهلا بيكم في برنامجنا فينا خير. معانا حاله فريده عن نوعها، معانا حاله بتناشد كل انسان طيب وكل انسانه طيبه. بتشاهد معانا حاله عنتر. حاله عنتر قبل التصوير بيقول لك انا عايش عيشه غير اقدميه. ليه يا عنتر؟ بيقول لك نفسي اشوف اولادي. ليه يا عنتر؟ بيقول لك زوجتي سابتني وخدت اولادي. سابتك ليه يا عنتر؟ بيقول لك سابتني عشان انا معاك. مش ذنبي ان انا معاك، ربنا اختصاني بكده. نفسنا بجد ننظر بجد للحالة دي. الحالة دي بتناشد كل انسان بيشاهدني. تنظر لحالة عنتر. عنتر ربنا كرمه وجاب توك توك، اتدين ب40,000 جنيه، قدر يسدد منهم 20,000 جنيه. التوك توك وقعته منه، ما قدرش يكمل. حاليا الناس اشتكوه، ولا قادر يدفع القسط التوك توك، ولا قادر يشتغل. أصبحت بقت حياته يأسة، زوجته سابت له البيت ومشيت. نفسه يشوف أولاده، مش عارف يشوف أولاده. أنا بناشد كل إنسان طيب وكل إنسانة طيبة بتشاهدني، تنظر معانا للحالة دي. الحالة دي بجد يا جماعة فريدة عن نوعها. الحالة دي بجد حاولت تشتغل بس الظروف ما ساعدتهاش. بس الإنسان المشاهد اللي بيشاهدني نقدر نساعده، نقدر إحنا نقول له إحنا معاك يا عنتر، هنقدر نسدد لك ال20,000 جنيه اللي عليه، احنا هنصلح لك التوك توك واشتغل، احنا هنقدر نرجع لك اولادك، احنا هنقدر نرجع لك البسمه من جديد. تعالوا مع بعضنا بجد ننظر للحاله دي، نشوف عنتر عايش ازاي وليه وبيقاسي من ايه وايه الظروف اللي واقفه معاه. مع بعضنا نشاهد مع بعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشكلتك يا عم؟ مشكلتي ان انا يعني وجدت على الدنيا معوق عاجز وما عنديش يأس. والله العظيم ما عندي يأس، انا عندي امل في ربنا كبير قوي وفي اهل الخير. تعبت في حياتي من العمليات، عملت عمليات كتير، والله العظيم عملت عمليات كتير. المستشفى ابويا صرف عليا، احنا كنا يعني اسره بسيطه قاعدين في بيت، البيت اساسا ملك دولة على ترعة في برشوم، كان ليها فيها اوضه. لما جيت اتجوز، قبل ما اتجوز حضرتك، انا عملت حادثه، يعني كنت عاجز وكنت عامل عمليات، انا عملت حادثه
الحادثه دي قعدت 5 سنين انا قعدت في معاناه، اقسم بالله في معاناه، معاناه كبيره. عملت البتر بعد ما قعدت في معاناه، مسامير نخاع وعملت صديد في رجلي، رحت المستشفى ما بقتش يعني انا ما بقتش طايق الالم والوجع اللي انا فيه، فروحت المستشفى شالوا لي المسامير النخاع. فجيت بعد ما شالوا لي المسامير النخاع حطوا لي جبس في رجلي، جت الثوره حضرتك قامت. رحت المستشفى تاني كانوا محددين لي عمليه تاني، رحت المستشفى ما لقيتش دكاتره تمام. فجيت طبعا بقيت اروح مستشفيات تانية، رحت مستشفى الطوخ قالوا لي ما نقدرش نقبل حالتك، رحت مستشفى القصر العيني قالوا لي ما نقدرش نقبل حالتك، رحت مستشفى الهلال، مستشفى الهلال الاستثماري حضرتك بالفلوس، وانا اساسا من اسره بسيطه وما معايا يعني انا ما معيش، اقسم بالله ما معايا، يا ريت كان معايا فلوس. فروحت مستشفى الهلال قالوا لي احنا ما نقدرش، احنا هنا مستشفى يعني استثماري تدفع، مستشفى خاصه. رحت الاذاعه والتلفزيون حضرتك انا بقيت يعني في ناس ولاد حلال بقوا يشوفوني نفسهم يعالجوني ومش قادرين، وجابوا لي جواب من جريده الجمهوريه، ودخلت مستشفى الهلال عملت فيها البتر وطلعت. طبعا جيت اتجوز مديت ايدي لده ولده عشان خاطر اتزوج، لان ده كان امل ان انا اشوف يبقى لي ابن سنيد يطلع يسندني، لان انا عاجز ومعوق طب لما اكبر. فكان املي في ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما خذلنيش، بقى عندي ولد وبنت، بقيت يعني مراتي، بقينا يعني اشتغل شويه، حد يساعدني شويه، واللي بيساعد مره يشكر، والله العظيم يشكر، والله اعلم بقى بظروف الناس ايه، يعني اللي بيساعد شويه وما يساعدش تاني الله يبارك له برضه. فطبعا مراتي من كتر المأساة وكتر يعني الظروف اللي انا فيها انا ولا بقيت عارف، جبت طبعا رحت الدهنت جبت توك توك تمام، وقلت اشتغل عليه عشان اتحرك برضو، وامل في ربنا كبير، لان انا مش عايز ما بعيش عالي على حد، مش عايز اعيش عالي على حد، ومش عايز امد ايدي لحد، قسما بالله ما عايز امد ايدي، قسما بالله العظيم انا ما عايز امد ايدي. انا اسف، انا اسف اذا كنت اسف، اسف والله العظيم اسف بجد، سامحوني سامحوني اذا كنت شايلتكم هموم، كنتش عايز اشيلها لكم، انا كنت عايز الدنيا تبقى بس ماشيه واسدد زي ما كنت بسدد وعايش، مش عارف اشوف عيالي عشان ما معيش، اقسم بالله انا ممكن اروح لعيالي واشوفهم، بس الاصعب ان انا اشوفهم جعانين، بس الاصعب ان انا اشوفهم جعانين، مش مشكله. انا اسف، سامحوني يا جماعه، سامحوني على الكلام ده، كان نفسي ابني اشوفه كده حواليا ويبقى عندي واجيب له كل اللي هو عايزه، بس الاصعب ان انا اشوف ابني وهو جعان يقول لي يا بابا انا عايز حاجه وما اقدرش اجيبها لي. فانا حضرتك دلوقتي اللي بطلبه من اهل الخير، ربنا يبارك لكم، ان اسد الدين اللي عليا، وان ارجع تاني اتحرك بمشروع بأي حاجة، وأهل الفضل كتير. أنا آسف والله العظيم يا جماعة، أنا آسف إذا كنت بتطفل عليكم، بس هي دي الحقيقة، هو ده الواقع والله العظيم، والله العظيم يا جماعة أنا سبت السكن وبنام كمان في الشارع. يا عنتر، ده احنا المفروض إن احنا نقول لك احنا آسفين وحقك علينا يا جماعة، زي ما انتوا شايفين يا جماعة، ده احنا المفروض نقول لعنتر احنا اللي آسفين ليك بجد، اسفين ليك بجد على دموعك اللي احنا بنشهدها قدام مني، اسفين ليك بجد على قد اعاقتك وحد اتحديت الاعاقه بجد، ده احنا المفروض نقول لك حقك علينا، حقك علينا بجد، حقك علينا على الوقت والزمن اللي عمل فيك كده، حقك علينا على زوجتك اللي سابتك، حقك علينا انك انت مش عارف تشوف اولادك بجد، كلنا بجد المفروض نقول لعنتر حقك علينا، وتعالى نتابع مع بعض تاني، حقك علينا يا عنتر، وهنقولها لك مره واتنين حقك علينا، بس صدقني هتشوف اولادك، وصدقني انت انسان مؤمن وموحد بالله،
واكيد في مشاهد كريم بيشاهدنا بالفعل مش هيرضى له حالك. ربنا يبارك لك. انا والله العظيم ثلاثة يعني نفسي يعني نفسي بجد ان انا عارف ان الدنيا فيها خير وعارف والله العظيم ان الناس في قلوبهم رحمة كتير والله العظيم وعارف ان مصر عمر الرحمة والخير ما هيضيعوا منها لان دي مصر والله العظيم مصر اللي بتساعد اساسا كل العرب مش هتساعد ولادها. انا بقول انا اسف عشان كده لان المفروض انا لو انا الدنيا كويسة معايا كنت ساعدت الناس وما نفسيش امد ايدي لحد والله العظيم عايز امد ايدي وما اقدرش امد ايدي لو هموت من جوع حد ما بقدرش امد ايدي والله ما بقدر والله العظيم ما بعرف امد ايدي ما بقدرش. نفسك تشوف اولادك؟ نفسي املي والامل الاكبر ان انا اشوفهم في حاله كويسه مش نفسي اشوف ولادي نفسي اشوفهم كويسين لو من بعيد مش مشكله ان انا اخدهم في حضن المشكله الاكبر ان انا اشوفهم كويسين ان ما اخافش عليهم من المستقبل انا لو مت مش مشكله والله يا جماعه لو حد يطلب روحي وعايش اولادي في عيشه كريمه والله العظيم ما هستخسرها والله ما بتكلم الكلام ده نفق ولا خداع والله العظيم يا جماعه انا مصلي قبل ما اجي ودعي ربنا وربنا ما بيخسرش حد ربنا كبير ربنا قادر والله العظيم يا جماعه دي الحقيقه. اسف مش قادر اقول انا محتاج اسف احسن محتاجين لك كلنا والانسان المشاهد الكريم اللي بيشاهدنا.